ايه هي الاعراف ومين هم اصحاب الاعراف؟ الاعراف دي المكان اللي بين الجنة والنار، وده اصحاب الاعراف اللي هم بيتساوى حسناتهم مع سيئاتهم، وربنا يكرمنا كده وان شاء الله نكون من اهل الجنة. الاعراف هي التلال بين الجنة والنار، واصحاب الاعراف اللي هو يتساوى حسناتهم مع سيئاتهم. الاعراف اصحاب الاعراف تقريبا، هي الاعراف دي عباره عن مجموعه من التلال الموجوده ما بين الجنه والنار، والناس اللي هم اصحاب الاعراف دول اللي هو تلاقي سيئاتهم ممكن تكون زي الحسنات بتاعتهم، بس ان شاء الله ربنا هيغفر لهم ويخشوا الجنه باذن الله. سوره من القران الكريم، دي الجماعه اللي هيتساوى حسناتهم مع سيئاتهم بيقفوا على جبلين، وربنا برحمته هيدخلهم الجنه باذن الله. هي مجموعه تلال هتكون بين الجنه والنار، اللي هم حسناتهم قد سيئاتهم، فدول بينتظروا المولى عز وجل اللي هو يزود حسناتهم عشان يدخلوا الجنه يعني ان شاء الله. الاعراف هي تلال ما بين الجنه والنار، واصحاب الاعراف هم الناس اللي تساوت سيئاتهم مع حسناتهم، وان من ربنا اراد ان شاء الله هيغفر لهم ويدخلهم الجنه. والاعراف اصلا هي سوره في القران.